أهالي بيت دجن مستمرين في مقاومة الاحتلال ومقاومة سياسة الاستيطان اللي بتمارسها حكومة إسرائيل، هذه الحكومة اللي بتحاول أن تهود الأرض بكل قوتها، سواء في بيت دجن أو في بيتها أو في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس. ورغم ذلك إلا أن إصرار شعبنا على الاستمرار في مواجهة هذه السياسة ومقاومتها واضح من خلال اليوم الفعالية اللي حصلت في بيت دجن، وأعتقد فعالية بيتها أيضا مستمرة وفي برقة وفي كفر قد وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه السياسة اللي أنا بعتقد تغييرها والتأثير فيها لا يتم إلا إذا كانت هناك استراتيجية واضحة من القيادة السياسية الفلسطينية وفصائل العمل السياسي بشمولية مقاومة الاحتلال. المسيرة خرجت اليوم رغم كل هذه الأجواء الماطرة والبرد، لكن أهالي بيت دجن مصرين على رحيل هذا المستوطن، وستبقى تخرج هذه المسيرات رغم كل هذه الظروف ورغم القمع الذي يمارس بحقنا كأهالي بيت دجن وكأبناء شعب فلسطيني. لكن من عهدنا الأسرى وعهدنا الشهداء أن على دربهم سنستمر من أجل نيل حقوقنا ومن أجل رحيل هذا المستوطن وهذه البارة الاستيطانية عن أراضي بيت دجن.